ألا معكن ألا معكن طاقة طاقة أقول شو بقى هيدي جنت هلا هو لترلي جنت يعني بس إنه قلت أنا عم بقرأ اليوم إنه في كتير للأسف إذاعات عم بتطفي بأكتر من منطقة ويعني إذا باقيين هيك يمكن توقف كمان في البعض منا وقف فقلت إنه بترك انطباع جيد عندكن انطباع طاقة وفرح وهيك يعني ما بنعرف إنه شو بدي يصير بالأيام اللي جاي يعني نحن عايشين هيك ما عارفين شو بده يصير فبما أنه ما عارفين شو بده يصير وبما أنه ما بيعرف واحد إذا بيلتقى بالتاني بكرة فخلينا نترك انطباع جيد تبقوا تتذكروني بأنه صاحبة الضحكة الشهيرة صاحبة كلمات مثل الطاقة والإيجابية والجمال والفرح وقوموا من الفرشة وقوموا الحياة ناطرتكن وكلها فرص ونحن بالحياة في طلعات ونزلات بس شكله هلأ بهالزمن بس نزلات مقبيلة مش مبينة لهلأ الطلعة بس مثل الفيرويل سيزن إذا بدكن كنت حابة أعملها للفيرويل سيزن بظروف أحلى من هيك بحفلات بمقابلات بتوب 10 مثلا مقابلات حلوة أتركها هيك للتاريخ بحلقات إنه حلوة خلص بلاها بلا هالحديث كل شي بتكون مخطط له بالحياة بهيك بلد راح انتهى هني بيخططوا عنك انت ما تخطط نحن ما نخطط عنك انت بدك تاكل وتسكت وتصدق كل تمثيلياتنا العظيمة وتصدق كل بياناتنا الخشبية وانت اوعى تجرب تحلل لانه هن بحللوا عنك ومش حق عليك ولا حق عليهم لانه جماعاتهم هيك معودتهم ما بيعرفوا شو يقولوا هن بيبعتولهم بيقولولهم قولوا هيك ما بيعرفوا شو يكون مثلا اوقات بتلاقي بعضهم هيدول متفاجئين اذا صار شيء شو منقول ما بيفهموا هني ومش معودين يفكروا بيبعتوا لهم هيك برودكاست مسج هيك بتقولوا او هيك بيصير نحن جماعة الحرية والفكر وتنشيط الفكر وانه يعني نحلل ما قلنا مطرحون هون بس هيك يا جماعة شو هالزمن الرديء انه بعز دين الحرب الاهلية انا على وعي عم بقلكن انا على وعي انه ما بتذكر انه اللي بشتغل بالاذاعات من اول ما بلشت حياتي انه ولا مرة بايام الحرب الحروب سكرت إذاعة يعني بسبب الفقر يعني مش أنه سكرت لأسباب تانية وسكرت أوكي في منهم سكروا بسبب قانون الإعلام في منهم قانون الإعلام الواطي الحقير اللي انعمل بالزمانات اللي طفوا كل العالم اللي بيشتغلوا إذاعة أو شالوا لهم الرخص وعطيوهم للسياسيين أوكي بس أنه بسبب الفقر يسكروا إذاعات مش صايرة بالحرب مش صايرة انتبهوا
كل شيء عم بصير معنا مش صاير. يعني انتو عم تقدروا تستوعبوا حجم هالاشياء، انه كل شيء مش صاير، لدرجة انك بتروح تسأل أهلك مثلا، بركي أنا ما بعرف، بركي أنا مش قاري، مش عارف، مش ماري علي، يا أمي يا أمي صار هيك شيء أيام الحرب؟ لا يا أمي كانت الحرب، كانت أيام الحرب، ما رح أقول أكيد رزق الله علي أبدا، بس أنه كان في بركة، كان في مصاري، كانت الناس أكيد بسبب يعني الحصار على بعض المناطق تتمون خبز، كان في الصف العسكري قدام الترومبا يمكن أو الخبز، كان في يعني حصار على بعض المناطق. نحن اليوم ما عنا حصار، نحن اليوم عنا شو نسميها، إبادة شعب، عنا محاولة إبادة شعب. لا 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 هيئة هيك، وتهجيره طبعا، لأنه في ناس عم بيقولوا أنه هيك بقعداتهم، يعني أنه مننظف هالبلد من كم حدا، خليهم يفلوا. بيقولوها بمجالسهم، ومنجيب شعب، انه منخلي الشعب اللي بيشبهنا، مع انه اللي بيشبهن هو اول واحد عم بيتغرب. مثلا عم إبادة جماعية، هلا عم بقرا عنوانها على أيام لبنان، يعني تأكيدا على اللي كنت عم بقوله هلا وصلني، إبادة جماعية لمرضى السرطان. الجماعة ما بقى بدهم يتكلفوا على الطبابة، مع انه مش هن اللي بيتكلفوا، فبيبيدوا هالناس المريضة، بيبيدوا هالناس اللي بتفهم يعني بطريقة ما، اللي بتفكر، بخلوها تهاجر، وبخلوا هيدول الغنمات تبعهم. ما بعرف كيف انه كيف بعيشوا، ما بعرف، مع كل النهار، ما بعرف. ايه معك حق فريج، إبادة صورة لبنان. يعني صراحة بتطلع أنا وقت إذا بنزل هيك حجوني على الكسليك، بلاقي هالمحلات مطفية ومسكرة، الفرانشيز يعني الأسامي الكبيرة عالميا كمان عم بتضبضب وتفل، تقريبا مش بقي لنا غير ناولني. هاي ناولني هي لذيذة الفكرة، بس طبعا إنه في لها مشاكل على الأوتوسترادات وعجقات وهيك، لازم تكون مرخصة ومعمولة مزبوط ومرتبة، وكل واحد بيفتح حسابه أوكي، بس إنه هيدا الشكل إيه شكل البلد هيك، مختير، عم جرب لقي الكلمات، يعني مخلع، مطفي، ما بقي في شي من النور، من الثقافة، من اللي نحنا منحبه كرماله. حرايق عم تروح الشجر، ما بنعرف مين حرقها، بيقولوا لك انه مقصودة، ما بنعرف مين المقصود، ما في أدوية من اللي منعرفها، ما في فارماسيات بقى من اللي بحبهم قلبك، يعني تفوت تلاقي عندهم كل شيء هيك مستورد وحلو. لا، بدهم ينا نعيش بلا استيراد، وطبعا حكما بلا تصدير، يعني انت والخستة والنعناعية والبقدونسية بزيادة على رقبتك، على العصر الحجري بلا لحمة طبعا، لشو اللحمة، كل من مزروعاتك وعيش، ولما بيعزوك بتزقف، ولما بيعزوك بتنتخب، وهيك هيك يعني هني
بفتكر راسمين صورة البلد هيك عجبهم. ساعتها انت رح تلاقي حالك حكما، مش انه شو قولكم بياخد قرار هاجر او فل او اهرب او كون لاجئ، يمكن ما يعطوك ورق هجرة تكون لاجئ تكب حالك بالبحر مثلا مثل ما عم بيكبوا حالهم على الطيارات الامريكية الافغان، ايه هيك شي. وبيقولوا هن بمجالسهم مش عاجبه يفل، ايه عشوائي بيقولوا كمان اكتر المش معنى يفل. ولما حدا يسرب شو بيقولوا بقعداتهم بيكذبوه، وهو بيكون من جماعتهم يعني، بس انه حبل يعني من افكارهم النيرة، بيقوم بخبر حدا بس هيك ليفش خلقه بيكذبوه. مع انه بعد اذا بدكم نعمل الحلقة نخبركم شو بيحكم مجالسهم، لأنه الجماعة عن سابق تصور وتصميم، مش أنه هيك سيئبت ونهارنا فجأة، كلا. تعوى لكينا هالأيام الأخيرة اللي عم نعيشها سوا قطعت الكهرباء، تفضل. ننبسط فيها. الكلمات الأخيرة، الوداع الأخير، حاجة تودعينا على الصبت. أنا كمان على الصبت، بس أنا قد ما قريت اليوم أنه في إذاعات سكرت وعم بقرأ وهيك بشوف، قلت أنه طيب مش أحلى من أنه يصير معي مثل ما بالعادة بصير بفل بلا ما ودع حدا. عملتها كتير، أنا أصلا ما بحب ودع. أعمل دور البطولة وقلكن حتى آخر نقطة مزود، إنه أكيد ببدأ بطولة يعني أكيد بقين حتى آخر نقطة مزود، حتى آخر نقطة حرية بقين طبعا. قد ما واثقة أنا بحقارة هذه السلطة، يعني اللي ما قدروا عملوها بقراراتهم، استدعاءاتهم، اغتيالاتهم، حبوسهم، بيعملوها هيك نحن ما قدرنا قضينا على لبنان الإعلام والحر حتى بأيام الاحتلال. هلأ بأيام الاحتلال شوي بمطارح وبأوقات مبلا صارت، يعني صارت الرقابة على الكلمة وتهديدات وكلها وكي لا ننسى، بس ما قدرنا سكتنا كل الناس. ايه برموا هلأ بيقدروا يسكتون لأن ما عندهم مزود، تخيلوا. بس هني جماعاتهم إذاعاتهم تمام خشبية، اللي بيقروا بس بيانات واستقبلة وودع وأكلة وتروقة، والعصافير تزقزق، والمدام طبخت له هالطبخة وهو يستيقظ وبده مصلحة لبنان والعباد. من زعلة يعني على الإذاعات شو ما كانت، يعني مين ما كانت، منافسة غير منافسة. ولك حتى إذا سكرت وحدة العلاقة بالسلطة أو كانت تسب كل شيء، إنه حرام تسكر لهالأسباب السخيفة يعني. صلي يا صلي صلي يا ريما بصوتك، صلي خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن. يا رب يا رب يا رب، شو بيك ما بتسمعنا؟ هي
هيدي الجملة عم بسمعها عند كتير ناس. عم نصلي نصلي ما عم بيسمعنا. أنا عم بالي خبرك شو بيقولولي، يعني مش بيقولولي لقلي بصفتي شي، بس بيكونوا عم بيحكوا بيوصلوا لبارت الصلاة، يا بيقولوا ما عم نعرف نصلي، ما عنا هيدي السكينة والهدوء اللي جواتنا اللي بخلينا نصلي مزبوط، يا بيقولوا اللي خلص صلينا كتير ما عم برد علينا شكله، يا بيقولوا شكلنا منستاهل، يا بيقولوا إنه زمن الشيطان فمتوقع كل شيء كل شيء. يعني أكيد سمعنا وأكيد إشعنا، وحتى هول الجمل بتسمعون ما بعرف إذا بتزعل، بس على الأرجح أنا بآمن إنك ما بتزعل، وإنك على كل غبائنا وسطلناتنا وتحليلاتنا تستوعبنا مثل ما نحن، مازال خطايانا الكبيرة بتسمحنا عليها. فكيف بعض الكلمات اللي جاية يعني من وراء أسى ووجع وهيدا الروتين القاتل اللي عم نعيشه، الأيام اللي عم تركض ركض وعم تتشابه وكأنه لا أمل بأنه يتغير فيها شيء. بعرف وكلنا منعرف قد ما كان حجم إيماننا، ولو متراجع هلأ ولو فاتر شوي ولو بارد كتير، كلنا منعرف إنه إيه الشيطان قادرين نشوفه بوضوح قدام عينينا. كنا دايما نحن وصغار يخوفونا منه انه بعيد وبيجربنا وبينزع الناس واخلاقه وكل شيء. اليوم عم نشوفه اقرب بكتير، هيدا الصراع الابدي السرمدي يعني بين الخير والشر، بين العدالة والظلم. الظلم اللي انت ما بتقبل فيه، عم ننظلم كل يوم. يمكن مش نحنا، نحنا بعدنا احسن بكتير من غيرنا، من ناس عندهم فرصة شفاء من مرض مستعصي بس نقصن حبة دواء. ايه هيدي الحبة ما عم بلاقوها، هيدا اللي بيجرح اكتر اكيد بيجرحك الك كمان، أكيد بيوجعك كتير، خاصة أنه بتلاقي هالشياطين على هالأرض منهم لاعبين دور الملائكة، منهم عم بيستقطبوا ناس كتير لعندهم لأنه بيقدر يقدم لهم الشيطان كتير فرص، كتير مال، كتير سلطة وكتير قوة. وعم نشوفهم هيك ناس كانوا ماشيين معنا راحوا تاني ميل، ومنذ بدء الزمان كان فيه الشيطان وكان يجرب الكل، بس كان أضعف من هلأ بكتير. يمكن خطايانا، يمكن قلة إدراكنا، وكتير أشياء ارتكبناها بحق الخير وبحق السلام وبحق النعم اللي عنا إياها أدت إلى ما أدت عليها إليها. أو لا، أو ربما نحن عم بحكي معك هيك بدون صلاة يعني، أو ربما نحن قدام نهاية الأزمنة بيصير هيك أشياء إلى أن يكون الخلاص الكبير، ما بنعرف. أكبر من قدرتنا على الاستيعاب، بس كمان يا رب
يا رب أكثر من قدرتنا على الاحتمال. رغم أنه نتطلع بحالنا منقول برافو بعدنا محملين، بس لا، في مطارح عم نقصد، في مطارح عم نكون مش نحنا، عم نعصب، عم نقول كلام بشع، يمكن عم نأذي التانيين، عم نبكي بلا سبب مباشر. يعني بكون عندنا مشاكل نفسية كتير، ما عم تعرف تحكي المزبوطة الحقيقية توصل لعنا أو نتبدلها مع الآخرين، حتى النعم اللي منتشكرك عليها كل يوم يمكن ما عم نعرف نفرح فيها. فكله ملخبط هون. هل ممكن تدخل جواتنا تعيد ترتيب الأولويات، تحط طمأنينة محل الاضطراب، تحط شوية فرح محل هالكم كبير من الأحزان، تعطي صحة لهالمرضى كلهم المزلولين كرمال حبة دواء؟ ما تقبلنا يا رب كل هالذل، ما تقبل أنه الشيطان يكون هالقد قوي. احنا بنعرف أنك أقوى منه، بس المشكلة فينا، فينا لما كل مرة بنضعف منروح لعنده. وبكم الناس اللي كل يوم رايحة لعنده؟ شغلنا عندك، نساعدك بأنه ترجع الأمور تستقيم، يرجع في عدل وسلام وأمان، والشر ما يغلب الخير، لأنه بتكون النهاية. وكرمل هيك أحيانا كتير هون عم نشوفها هيدي النهاية بذاتها، لأنه كل يوم الشر عم يغلب الخير، والكذب عم يغلب الصدق، والظلم عم بيغلب العدل، والظلمة عم تغلب النور. بس نحنا أبناء النور، ضو علينا يا رب. صلي يا ريما بصوتك، صلي خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. تريد الأسد يعني؟ أسد حتى اللي وقل تروق لي أعصابي، ما هيدا الدواء تبعي، ها ريز أي اللي زيت الشي كمان، ما في غير وقل بروقك. يلا روقي يا ريمتنا، يلا خليني غير جو أنا وإنتو، مع أنه ما بدي غير جو، يعني ما بدي أتأقلم، ما بدي أتعود، مشان أعصابي يعني، مشان صحتي، مشان صحتي، ما في أدوية، ولا بدنا نصير نروح عند أخونا نشتري على 1005. في حدا بقيت لي إنه ما بنشتري كتب الإنجليش لأن لحالهم مليون ليرة، منوقف ندفع كل شي لهالدولة، كل شي نشتري فيهم كتب أشرف لنا، لا ميكانيك، لا معاينة، لا فاتورة الكهرباء لأنه بعدها بكل وقيحة بتجي، ولا شي للدولة، ولا شي. وفيهم نشتري كتب. توني صافي بونجور حبيبي، كل ساعة بحكي عنه، لا أخونا هو مستودع. شو بعت لي؟ بعت لي تعصبني ترجع عن جديد، كل ساعة بحكي. وزير الصحة بعت لي شو قال، شفته من امبارح، شايفته. بونجور مدام ريما، بس شفت يور ستوريز شغلتي لي بالي. أي ستوريز؟ لا توني ما فيك تدور هلا،
توني إلي ساعة بحكي كيف تدور هلا خنق معك يعني. هيدا الكوت. لا عادي ما تشغل بالك علي، قوية كتير أنا بعمل هيك أوقات. بعت لي خبر أنطوان دو، عثرت بلدية برج حمود صباح اليوم الخميس على طفل حديث الولادة في مستوعب للنفايات تحت جسر برج حمود، وقد حضر مسعفون من الصليب الأحمر لمعاينة الطفل كما تم. يا لك صورته يا حرام. وبعد ما شفنا شيء سمعتوني بس هيك. كيف بدك تغيري موت؟ أكيد مش بصورة حمد حسن اليوم تحديدا. بعت ليش صورة أحلى. شبكة ريستا مين جاب سيرته لحسباني بارح؟ أنا قلت على القليلة اللي بده يعمل تغيير بالبلد ما عليه يعني لما يفوت على وزارة يلاقيها دكانة، على القليلة يطلع بمؤتمر صحفي لو اللي فاتوا قالوا بدهم يغيروا من جوا من قلب الحكومة فاتوا، ولما شافوا كل شيء طلعوا خبرونا، اتليست خبرونا ايه كان بيتغير شيء، بس فاتوا وطلعوا ما عرفنا شيء من شيء. انا بعرف تحديدا انه وقت الفات غسان حسباني على وزارة الصحة كان اللي بيوقف على الباب بيفوت العالم اهم منه يأمن لأصحابه لجماعته ببلاش عمليات. بيمضي الوزير او ما بيمضي الوزير، ليه ما طلع خبرنا؟ ليه ما طلع خبر عن الفساد؟ كيف منصلح من جوا؟ لا بدنا نعمل علاقات انسانية ونحن انه وطنيين ومع الكل وصمم الامان انه كمان يعني ليكو ليلو بعتت لي بونجور ريما ما تسمي بدنك. اوكي الكتب بفرنسا ببلاش، بس بتعطيهم تشيك ب 100 يورو بيردوا لك اياه اخر السنه بس ترد الكتب. ما تزعلوا علي يعني انه ماشي حالي الحمد لله منيحه، يعني انه منيحه. بعصب بشيء له علاقه بالاساسيات بالحياه ولو انه بكل بلد بتنهار عمله، بيونان بتركيا بقبرص كله نهارت العملة والبلاد كانت ولعانة، سواح وأجانب وعالم تجي تعمل شوبينج وتجزدر، وكان في أوتيلات فاتحة وكان وقاموا باقتصادهم. هون ما فيك تمشي على الطريق من العتمة، إذا مش ماشي حدا قدامك ما فيك تكمل مشوارك على البقبشة يعني عايشين. بعضهم بيحكوا لي وطن وتدوير الزوايا، وهلأ بيبعتوا لي تويت انه اخذ موعد نجيب مئاتي وما عاد شو موعد وقال هيك وما قال هيك، وبعضهم يعني مش معقول. وما في ولا زعيم عليه القدر والقيمة يطلع يقول كل الحقائق كل شيء، بعضهم كلهم عم بيسيروا بعضهم، وبعده البطرك بدافع عن رئاسة الجمهورية، والمفتي بدافع عن رئاسة الحكومة، والمفتي الآخر بدافع عن رئاسة مجلس النواب، وهيك مقضينا. هاو اللي مفروض رجال الدين بدل ما قعدوا ينظروا علينا كمان يعملوا لهم شي شغلة. لو ما في حدا واحد يطلع يحكي كلمة حق. بلد عم بيزول يزولوا، مش انه عادي. لما كانوا يقولوا يزول كنا نضحك نفتكر انه هيك انه شو يعني يزول اكتر من هيك يزول ما بقى فيه. موجور فادي ريما اول مرة هيك بسمعك،
عن جد انت وجعك كبير كبير وكيتيني الله يحرق قلبنا على اغلى ما عندهم مثل ما عم بيحرقوا قلوبنا. معك حق، حتى لما نحاول يعمل بطاقة تأمين لكل اللبنانية ما وافق عليها مجلس الوزراء. مين هو؟ فادي حسباني. لا مثل ما عم شوف هون الرسائل أهالي طلاب وهيك عم بيقولوا لي إنه ما معنا وما معنا وما معنا وما معنا. يا ريت شي سفارة تفتح لنا بوابنا بوابة لنهاجر. ما يكون لبناني تقول له مثلا إنه انزال طالب بحقك شي مرة، ما ضروري هلأ يعني، من 10 سنين لورا بيقعد بيرخي على البلكون. بالآخر بدي شي سفارة تحملنا، شي سفينة تقشنا. هيدا أكتر شي بيقدر يعمله يطالب فيه، على أساس إنه نحنا يعني عبائرة زماننا لتجي البلدين تتلقط فينا. هنا مش عارفين كيف بدهم يخلصوا من مشكلة اللجوء. هلأ في لجوء تاني من أفغانستان، إنه مش عارفين كيف بدهم يتلقطوا فينا، ياخدونا بهالباخرة ويكبونا ببلد أوروبي ونعيش أحلى عيشة. ما فهمت ليه ما في غيرنا يعني. طيب يلا بدكم نغير جو، مش قادرة. بس هلأ برجع أنتو بتعطوني أسمعيك سوري. هات لنشوف قد ايه فتح الدولار قبل بريك. قد ايه؟ 19,150. اوكي. اخذ مئاتي موعد اليوم من القصر يما شو؟ يما كيف؟ يما بعده مأنجرة معه؟ هن مش عم بيعطوه يما هو مش عم بيطلب؟ يما غادة عون مش هي شخصيا، هي ما بتعمل شي لحالها يعني. قصة هيك رياض سلامة نسفت كل التركيبة، كل الطبخة نسفت كل الطبخة. يلا راجعين. انت هلا شو ما بتسمع بتصدق هو الكذب ربيو سوا. هلا انتبهوا، نحن مش انه انفصاماتنا من لا شيء، يعني انه هيك مثلا بيطلع انه شو بعرفني بنعصب من حالنا من اشي صار معنا بنروح مفيش خلقنا بالعالم. مش مزبوط. هيدي التهمة بيتهمونا فيها الناس اللي هني عادة، هيدي على المستوى الاجتماعي قبل السياسي، عادة في ناس هني بيضلن يعني يسمولك بدنك تراكمية. هي القصة أول مرة بتروق حلقة إنه مرة تالت مرة ربع مرة، بالآخر مثلا يمكن ما بيحكوا شي كتير أساسي يعني، مرقوا كلمة بتقوم بتعصب أنت وبتبلش فيهم، بيقولوا لك شو صار لك؟ ما قلنا لك شيء. وشو هني؟ بيكونوا قايلين لشبعانين بس انت كابت يعني غضبك عليهم انه متحملهم. بينسوا كل اللي صار وبيقولوا لك نحن ما قلنا لك شيء. عرفته؟ هيدي على المستوى الشخصي والعلاقات، بس على مستوى البلد يعني ما بدها لك. مستوى أبقى البلد يعني ما بعرف كيف بعض الناس قدرة تكون رايقة. أنا عندي بحياتي عالم هيك يعني بيوعوا، عرفت كيف؟ أنه جوزي واحد منهم، كلهم جوزي واحد منهم. بارح بدي أقول لك ما عم نلعب فيروز وحياة الله، كيف تفهمني قبل ما أحكي يا لطيف؟ فنسيت قلك، نسيت قلك مبارح بيعانك تنطفي فرطفي بكرة يشيلوا الفيش ويقعدوك بالبيت. قديه لنخبرون قديه عم بكلفك مشوار الإزاعة هلأ قبل رفع الدعم؟ ايه يعني هلأ هيدا منه مرفوع دعم، هيدا تجليطة. رفع دعم بآخر أيلول أو شو؟
كل يوم تجي فيه على الإذاعة 65,000. ايه سيارتك بتصرف ايه 65,000. بس أنا جايبت لك خبر كتير حلو. قال بعد قرار زيادة بدل النقل بالقطاع العام وإعطاء من مصرياتنا مساعدة اجتماعية بتساوي قيمة راتب شهري لمرة واحدة فقط ولكل موظفي القطاع العام، بشرت وبادرت الهيئة الاقتصادية إثر إعلان الاتحاد العمالي العام والمصالح بلا صغرى والمصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة الإضراب لمدة أسبوع. أوكي شو بدنا فيها هلأ؟ أعلنت وزيرة العمل بحكومة تصريف الأعمال لميا يمين أن رح توقع هالأسبوع مرسوم زيادة بدل النقل للعاملين بالقطاع الخاص، أنت يعني قطاع خاص، من 8000 ليرة ل 24,000. شو؟ اوكي نحن بلاك ماركت. اوكي بتصير تقبض عن نهارك يعني 24,000 أسوة بالزيادة اللي حصل عليها موظفو القطاع العام. بروق بعد ما خلصت الخبر، مع أنه الطلب الأساسي هو تصحيح الأجور، أوضحت يمين للجمهورية أنه زيادة بدل النقل هي حل جزئي ما بيغني عن تنفيذ خطة شاملة ورزمة متكاملة بتشمل تصحيح الأجور وتأمين نقل مشترك. لك شو عم تحكي؟ كان غيرك أشطر. نقل مشترك هيدا 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 من الأحلام. أوكي بيطلع 500,000 بالشهر، حق تنكتين بنزين حلوين. هذا بس بدل نقل، يعني هي مقص، يعني هي مش الدولة عم تعطيك بدل نقل، هي عم تتقسمن معك بك تعتبر هيك، يعني عم تعطيك أرجان دو باش. فهمت علي؟ انه يعني هيك بتجي هي مثلا بتقلك خدها ومش من قيمتك 24,000، عرفت؟ روح وتعافي شي هيك. غيته وحكين مع بشارة الأسمر اللي هيك بنطلنا مثل البقوسة كل فترة. قال هل يعقل انه الحد الادنى للاجور 675,000 ليرة، مع انه بشارة الاسمر قد ما في قطاعات منضوية تحت الاتحاد العمالي العام فيه ينزل يعني اكبر رئيس هالقد، يعني اذا جمعهم كلهم مزبوط وعمل حقيقة يعني تحرك مزبوط مش مثل هودول التجليطة اللي بيعملون، بيقدر يعمل كتير اشياء. بس بما انه من جماعة السلطة فبس انه بيحكي للصحيفة يعني وبيسأل معنا نحن المواطنين، نسأل هو يسأل معنا هل يعقل انه الحد الادنى للاجور يكون 675,000 ليرة في حين انه فاتورة المولدات 5 أمبير مليونين ليرة وكلفة التنقل بالسيرفيس تبلغ 50,000 يوميا، اي ما يوازي 2,300,000، وصفيحة البنزين تصبح 400,000 والمزوت 430، وفاتورة السوبر ماركت على سعر الصرف 25,000 ليرة من دون احتساب أقساط المدارس والجامعات والتأمين والطبابة وغيرها. قديت العمر بيطلعوا معك وكلهم اللي عديتهم. بناء عليه بيقول انه الحد الأدنى للأجور لازم يصير 7 مليون ليرة لحتى يقدر الإنسان يدفع كافة فواتيره. الشاطرين بالحساب يحسبوا لي اياهم، 7 مليون ليرة ناقص لحظه 5 أمبير مليونين ليرة، هاي شلنا منها مليونين باقي 5 مليون. ليه ما فينا نقول هلا بدها تصير 2 مليون ليرة؟ شو كيف بدك؟ نحن منحب خلص امك خير شي امك. كلفة التنقل بالسيرفيس تبلغ 50,000 يوميا، أي ما يوازي 1,300,000، هاي كلفة تنقل. أوكي السوبر ماركت لل 25,000. أوكي 7 مليون، 5 مليون، من 5 مليون بيبقى لك 4,600,000. هيدي بعد ما اذا عندك سيارة تعبي بنزين، راح الضو، الكهرباء العادي،
المي اللي كل يوم بغلوها. شو بعد في؟ في كتير اشياء. ما حكينا مدارس، ما حكينا شيء. بوت للولاد، الولاد بالمناسبة في أعمار معينة يعني كل شهرين بدهم بوت، بتكبر إجرهم، بيكبر قياسهم. هيدي صارت أشياء من ما حدا بيحكي فيها لأنه لأنه أهم. إيه، 7 مليون معلم ما بيعملوا شيء، وما تكون مفكر كمان تاخدهم من مصرياتنا. مش معقول. حياتنا معك عم بيقول لي فادي انه لازم الحد الادنى كان 500 دولار، لازم يبقى بنفس القيمه 500 دولار. بحياتنا ما كنا نحكي لبناني اصلا كل الكونتراتات يعني كانت تصير بالدولار، وفجاه بقيت على 1005. مع نص معاش 3/4 طار على 1005. مبروك كارال، بعثت لي انه في خبريه حلوه. ما طلبت منكم خبريه حلوه طبعا، ما حدا خبرني ولا خبريه حلوه، بس كارال قال رح تاخذ الباسبور الكندي. كيف صرنا نعمل حسابات؟ انا بحياتي ما كنت احسب مصروفي اليومي، بحياتي ما كنت اعرف قد ايه معي بالجزبين انا. هاو بيقطعوا في ايام اليا دي جور كومسا، اجت على ايامنا يعني على ايامنا اكتر من مرة يعني مثل ايام الحرب وهلا ماشي الحال، بس في اشياء بعد بتسمك اكتر يعني انه يتغير نمط حياتك، نوعية الاشياء اللي بتلبسها او اللي بتكلها او بس انه بتصير هيدي عند كتير عالم. في ناس بيكونوا معهم ملايين وبيلعبوا بورصة أو بيشتغلوا بالبورصة مثلا، وممكن بيقولوا لك هذا صار على الحديد، لا بيموت ولا بينتحر، وفي منهم بلا بيعملوها، وفي منهم يعني بيرجعوا بيوقفوا على إجريهم لأنه هيدي غلطتهم أنه غلطوا. بس نحنا أنه هيك لا ناقة لنا ولا جمل، أنه عالم قاعدين عم نشتغل ليل نهار، وفجأة في ناس اجوا سرقوا لنا مصرياتنا وقالوا لنا دبروا حالكم بلاهم. هيدا اللي بيقهر، مش انه مثلا انه تغيرت حياتنا بطل فينا نسافر على موناكو وعكان يعني، لا، اللي كان يسافر يعني كان معه بيسافر وبطل، بس يكون السبب هو يعني السبب شي كريز عن جد مظبوطة مش كذب، مش انه واحد اجا سرقك بالليل، لا، هيدا سرقك عيونك بدك عيونه بدك تقبعهم من محلهم، ما له حق. مشان هيك شي بسم البدن، مش انه طريقة العيش انه بطلنا فينا ناكل، انه انتو شعب مغنج بطلتوا تاكلوا سموش وماشي الحال كله فول مدمس يعني ناكل، ما عندنا مشكلة، بناكل صمام، بناكل فول مدمس، وبناكل لبنة معفنة، بس كون أنا اللي غلطت، أو أنا اللي خسرت، أو أنا اللي عملت شيء خسرني مصرياتي، أو أنا اللي انضحك علي إنه مثلا بديل معين أو بشغل معين. بس هيك مجموعة أكبر واحد فيهم ما بيعرف يقرأ كلمة كاتبين له إياها، أمي جاهل أهبل، بده يكون ذكي لدرجة انه ينهب بلادي وارضي وخيراتها ومصرياتي بالبنك وقعد زقف له يعني وقول يلا ماشي الحال ما نتحمل كرمال بلدنا. ما خص بلدنا، خص انه في سراق وفي مسروق. تبهوا ويا ريت جماعة شرفكم طلعوا لي شي واحد منهم بيفهم اقتصاد، شو طلعوا لي شي واحد بيفهم كهرباء، كله بيحكي شو ما كان مستشارين بيعملوا له ورقة بيطلع بيخبرنا الخبرية. جماعة هبل يعني، شايف اذا مثلا انت عم تلعب ورق هيك اخت
تما هيك عم بعطي اكزامبل بسيط. اذا انت عم تلعب ورق واللي مقابلك ذكي لدرجة انه خسرك, يعني بتقوم بتبوسه بتزقف له بتقول له يا زلمي ما قويك, يا زلمي شو هيدا ما اسكيك, بس انه واحد حمار مقابلك ينصبك او يربحك او يكون عم بزعبر يعني ويربحك, لا هيدا اللي بسمي البدن. يلا الله يسمعنا شي خبر حلو اليوم. اذا سمعتوا شي خبر حلو بيتعلق فيهم, واحد وقع فك رقبته, التاني صار له شي هيك اشياء شريرة, اتذكروني من ادعيتنا الا ما توصل ضلوا بخير. لا امل بذلك. Rima and James Show with Rima and James. Weekdays on Salt Red, starting at 8 a.m.